الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، أخوة الإسلام والإيمان، خطبتين ما أنت وحان وصوق هذا الني، ماذا بعد شهر رمضان؟ الله سبحانه وتعالى ما هاتيسا هي نعم كيسان لسوكو بكرين ونسو قارسيه موسم كي هي وقت قيمها بطناي شهر رمضان المبارك كاسو قيمه سو دريمي كرقفك مسلم كا وحال دريمي سلف كين رضوان الله عليهم اجمعين هو سؤال الله سبحانه وتعالى ويكسر جرينه رمضان قارسيه قبلها بستة أشهر مش رمضان مركي قارانا كيف إذا يصير جريسة أي مدن تاعي رمضان هدول رمضانا علاس كمان يسكر ذي واجب كي كمان قتي رمضان ومع السلامة أنا ليه ينو بعد صيام شهر رمضان يدعون الله بستة أشهر أن يتقبل الله عنه رمضان طيب لما يانا ليه بلوت كتب إلهي تبسي بري جرين إلهي وطاعاتك عباداتك أن لا إيماني إلهي والله أقبل وقتها قيمها بدنون قادرني مساجد هذا ويا عمرنات مالك وحنك عمري جرني صوم هي الصلاة هي الذكر هي الدعاء هي الله بري قلوبك اللي ما طيبة صوم ولا تي مساجد بع عمرنتي نورك يفتيك بس خبص ذي اعتكافك ببلس من مساجده عد إلهي عمره قريبة صوم عمره يستي أنت إلهي سبحانه وتعالى صدقات يا خير يا مساكين أي قوضيان إلهي سبحانه وتعالى أقول أسيي ما كفى إذي ستي بلو هاي هاد وعمرا مرح بضن نعمة يا برواقة بضن أي موقتي بشي هداي لماتي محاكا دنبايا وإلي سويديو حسو أشا سوي دينينا قارك بذا مسلمين تلمان تولماها أياد مدينة إلهي سبحانه وتعالى آية نقول إلا بش رمضان كهم وياني بش رمضان كهو أددال بذيها خير يا الصلاة يا الصون يا عبادة يا الصدقات يوحو البطل لا إيمان يا رمضان أطول رمضان سيجد لهم أركو قوبها محافشة غير لهم أركو قارب مركة نوع عاس لقن كوذي هاي تاس مركة وخطر انت هذا لك على مضاها إن صون كاذا لا أقبل يوحا كميدة وناك مركة سميسين وناك دم بيو على مضاها صون كاذا إلا أقبل يوحي عبادات كاذنا وحي الدليل هو أنت وناك سميسين وحمان كدم بيها حمان كدم بيسيسا مرك صدرت هذا وإن نسوي دينه ماذا بعد شهر رمضان رمضان هذا نسوي بذل ونحا أعماله قدم بيسا قف مسلم كما قف موسمية ومرك لقاره وقت هذا عبادات كانت تداره حلق مرك رمضان مع سلامة قف مسلم كعمل كي سوى جوبت الله سبحانه وتعالى وحليه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين نبي محمد وعبادة جوبته إلى قيرة يقين تكاقي ماتو نبي كان صلوات الله وسلامه عليه عمل كيسة عائشة يلويدي عمل كيسة ما وقت بوكو خصيصي جري كما في الصحيحين عائشة وحيدرة دمائر نبي كان عمل كيسة جوكتا يوهاني جري مركا شيء هدوب بلاوانا شيء قابو سوء جري نبي قابو هجوكتين جري مركا عمل العبادات كأنصو سميني يعني انتبه بربوريني ماشي أنكسي وضنو تدريب كأن قادرني أنسي وضنو تايا لو باعينا رمضان كو حلقوت الماما مدرسة يو كورس وقفنا مسلم كبرنا يا عشرة وكفى إذي سنة نرشي سنة الله صاحبة يو حكا تبعي وكا عشرة دي أنصو برنا يو كورس كان صو قادنا وإنو نرشى أنا دي انتنور لما إنو جوبتا هذا إلهي نقام ويدنا ويدزنا إنو نغصو عمل كايدا نو نجوبتيا وحمسو قبا قبينا قطبة دانا دا دردارا قوان تردارن كاسو نور قدب كوبان تردارن كا أنا سو تردار بينه بعد نهاية شهر رمضان حكوا كوبين هي قدب بدن قدب كوبات رمضان كوا حلو تلما ما إنه مرتيها مرتين نوع ما ذي مرتين والسورية والسورية مرتين كل ما سيجوتي ويكاتك تا رمضان شلي بونور سو مرتين وانا نقدت الإيمان طيب سيدي مرتضى بنتي كوبوي ما تيجي كذا تيجي جرتي
halka qodobka waxaan ka qaadanaynaa annagana adduunyadan marti baan ku nahay. Sidoo ramadaan ba shalay u imaaday noogana tagay, muddo kooban buu ilaahay noogu talagalay inaan ku noolaano, waan tegaynaa sidii ramadaan u tagay. Xaad sidataa markaa, sahayda aad sidato aakhare u sidato war intay la eg tahay. Waa midii xanuunka badan ku geeni jirtay salafka, ayagoo khayr badan iyo daacaad badan lagu yaqaanay, haddana xaaladka ay dhimanayaan intay ooyaan. War maxaa kaa ooyinayaa? Qillatu zaadi wuduulu safari, sahayda aan sito yaraanteeda iyo safarka aan waajahayo dhararkiisa iyo shaqadiisa. Taasaa markaa muhiima diyaargarow ayaa noogala baahaynahay. Waxaa kaloo labaad, ramadaanka waxaa lagu shabahaa bini aadanka. Bini aadanka markuu dhalanayo waa lagu farxaa, reerkii oo dhan baa ku farxay, cid walbaa kuu marxabayn, ilmaha kuu dhashay, baaraka allahu laka fi lmawhuubi wa shakarta alwaahiba. Dayib, maalinkaad imaanaysay adduunyada dhammaan waa la farxay, maalinkaad tegayso dhimanaysona alqariibu waalxabiibu waaljaaru dhammaan waa lagu goynayaa. Ramadaan shalay cid kasta uu mu'min baa ku farxaysay, soo dhoweynaysay, hambal iyo ramadaan kariim, ramadaan mubaarak, tahaani yaa laisu gudbini jiray. Laakiin maalinka u dhammaado waxaa ka xanuunsanayaa uu oynayaa sida qofka dhintay loogu oyni jiray qofka mu'minka ee ramadaan iyo cibaadaadkiisa iyo kheyrkiisa jeclay. Tayib, qodobka saddexaad aan tilmaamayno, ramadaan laba buu mid noqonayaa. Ima inu markaati ku noqdo ilaahay hortii khayr iyo cibaadaad iyo wanaag iyo waxaad aada u dhiibatay, lanna waxaa la yidhahdaa saacaadka iyo maalmaha iyo bilaha iyo waqtiga la marayo waa khazaa'inu lilacmaal, wixii ku ridanno ba ilaahay noogu geeyaan. Ramadaan haddaba wuxuu qaaday uu la tagay, waxaad u dhiibatay. Ramadaan markaa ima wuxuu markaati kaaga noqon doonaa ilaahay hortiisa, kuuna shafeeci doona wixii aad geysatay wanaag iyo daacaad ahaa. الصيام والقرآن يشفعان وكيل بين الله صلوات الله وسلامه عليه حديثك آخر كيسا وكيلها فيشفعان لا بد هذا بإرقد هذا ولا أقبل إما إنه هو إرقي وهو ضار هو شفاع إما إنه أذيع مرقاتي هو نقض الرحمن يا معاصي يا الله كفوا إن شاء الله أحد سميسي إنه هو بحجفره لا بد أن بومت نقول أذيع أنا إسلوب بل الإنسان على نفسه بصيرة قد أفراد الله سبحانه وتعالى وحن ودتي قبر والليل وما كنا نولاني جرتي ريطة بنت سعد للي جري أو سبيني جرتي مالن كنا حرق أنت يصوه دور يلي لنك مركا لما يصوه أتك يصوه دبك صوف الفوني جرتي وحن قلت لما موقفك أنت ودداري خير يوناك لأي ماضي رمضان كيدي بدنا حمان الله بطول قبر يو كربو لمدياي ولا تكونوا كالتي نغضت غسلها من بعد قوة أنكاذا taana iska ilaalino wanaag intaad la imaatay inuu xumaan loo noqdo. Taana waa arrin iyadana mudan qofka muslimka inuu ku baraarugsanaado. Qodobka shanaad, waxaa kaloo allah subxaanahu watacaala nooga digay oo sifo fool xun lagu tilmaamay ninkii caabidka ahaa ee reer bani israa'iil oo loo yaqaanay balcan, balcan binu baacuur. Soomaalida iyo dadkaba waxay dhahaan waxa baaba'ay oo halaagsamay balcan binu baacuur buu noqday. Waxaada iyo camalkaada iyo cibaadaadkaada ha ka dhigi balcan binu baacuur oo kale. Balcan binu baacuur wuxuu ahaa nin zaahid oo khayr badan oo mustajaabu ducaa, laakiin aakhirka dambe qaatimo xumaa ku dhacday. Insilaaq buu sameeyey cibaadaad iyo khayr iyo wanaag wuxuu lahaay oo dhan buu ka dhex baxay. Markaasu allah subxaanahu watacaala ku tilmaamay eyga inuu la mid yahay. Eyga haddaad cayrisona carabku laalaadin, haddaad dhaaftona waa sidii wax isbedel ma laha. Qofka markaa wanaagga iyo khayrka iyo daacaadka kadib xumaan u laabtay, tusaalihiisa waa balcan binu baacuur iyo eyga buu tusaale leeyahay. Taana markaa qofka muslimka waa sifo fool xun oo alla subxaanahu watacaala uu nooga digayo. Waxaa kale qodobka saddexaad, qofka muslimka maadaama uu dadaal iyo khayr badan soo sameeyey bisha ramadaan oo nabigeena noo sheegay shayaadiinta inay xirxirneed, war shayaadiintii waa la soo daayay, xarkihii baa laga furay, sharkooda iyo fasaadkoodii bay bilaabeen. Shaydaan iska ilaali, waa cadowgaada, ilaahay baana kuu sheegay digniinka qaado. Shaydaanka waxaa la yidhaahdaa fariin iyo message buu sidaa, hadaf iyo qorshena waa ka dambeeya. Fariinta uu sida waxay tahay la'amla'anna jahannama, dhammaan mu'miniinta inuu iyo cid walba inuu naarka buuxiyo.
تاسو إلهي هرتيسنا كو دارتي او يرهدي ميدك يا بيدح يا هور يا غدال يا دنع ولا نوغا ايمانيا قرشيه سمركا واي نار كو خريو. طيب هدف هو تن وحيتا انو طاعات العبادات كا ويعيو معاصي حمانة لا ايماتو سبب كي نار كو غيل لهد اديك لفتاد اد شقيستو مركا قرشها سوي يا لاي قرشيه زيانا وفولينين اديك انا قرش لا ايماو نولش انت نوشا يا دنيا وين الهدف لهاتو وجيت عاد هيك سنه يسنه وين اضحاته الى العباده هو ابو ري حد كهيسا ما حد دونيسا بري واخرى درجه ربت الجنه ان كا غيرتو سيده ربت النار ان كا بد بعد وين قرشا وحديدن يحي كاس او كل لها سيده شيطان كبو هدف يبو ان قاتي قلت انا وحي وحن دردار مينا نفتانا دي ولالها ورسالة عن كددان جماعة عن كددان سنة رمضان كبددان وذي جرني عن وضو جماعاتك صلاة أبو جماعة ير وعشها يوم صلاة الفجر ونبي قالت المامي ضدك منافقين تيو ضدك حنحن إنا ينسوح هذه الكريم لكن مش رمضان محام برني سيجدنا يا عمرات وذي جماعة وبعدهم ويقفك كهر مصوك عيو سحورتي وديار قلوبي صلاة الفجر تدارك هالك هذا كسيوت صلاة أنا نقول خير كذا مدة دين مدة آخر ولا باكو حرة بركة هذا نفط هذا عروب هذا حول هذا وحول باكو حرة صلاة واشيء أبوه الرأي القيامة حساب هذا لو بلاه دور هذا كل بني سنتنا وهذا بني سنتي هل كهذا كل عدنا مع السلامة صلاة مركا وتدارنا قل بكرة أنا أبوه قرآن كأخرتي سواء مدينة جنة مش رمضان ورمضان كل ما القرآن كي أنا كي يجروني قفك مسلم قال هذا وردي يا شيء جوكته أبو وضم أبو سلمرنا بكهوس دعين يا لنهوز قرن هذا لك النبي قال نبو إله سبحانه وتعالى وقال شاكتيو ربي وقوم كي يقي قرآن يواكيها هجرين هجرة القرآن يقول دعين وقرآن كلا صاحبه لن نولاو قضب كينا وحيبه وحيالها النفط على ذا القوبة بادي كرنا أجر فربضنا أن قاري كرنا وذكر إلهي وجوكتيو ذكر إلهي الجوتين أذكار الصباح أذكار النوم أذكار دخول المنزل والخروج منه دخول المسجد والخروج منه أذكار تأم برنا عن الجوتين إلهي سبحانه وتعالى وحور البوان لك إلى لنا حسن ونقنا يا قفك الدفاع النفس قفك جرب ونقنا يا قل بين وحي بش رمضان وحيالها لك برتو حقا مذن تدك اعتكافك قلي تدك عبادات كسمين أخيار أياد برنتي تدك أياد إلى صاحب ما بشر تكاغا ديمان خيرك كغديو كفايديسو ويوقفك صاحبك وناكسن ومتك خيرك كنتسيو حمانت شركنا كاريبو كشاعرك وكيلها فحبيبك من يغار اذا زللت ويغلد في الكلام متى اسات صاحبك هذا ومتك قعنانتو ويه كله جوجي خلتك صلاه ديلالي بيت جوجي ربد جوجي ورحمانت كيستك صاحب كذا هو أتكي هذا الله أو هو عن أنت رمت أنا كوشة أنا وأنا كان نحاي وأنا كذا أنا كفرح فما أنت هذا أنا عيد بتو صاحب وأنا أكسنا رمضان كات كبرتاي سي وضع وجوتي. طيب وحنا وضع بيا نبي جنا صلى الله عليه وسلم عليه حوت المامين وأنا بدن تهاي قبل بيش رمضان ما هو جبي جبي بيش شوال وقلني ليه برينو قصوم ليه دبر مشراعي أما كرب وقول أما أول ككسر أما أوسط كأحد كسر أما آخر ككسر ستة من شوال بري وشوال الراعي كل مدة يقف سنة كبا صومي وإلهي حسنة ونور الله والله إلى ترجر رمضان وحيقول لك أنت تمام بلود لحدة برين وحيقول لك ما لبا بلود سيدة سوقف من نقونا يقف سنة كي أولا صور لعبادة كل مياي الله سبحانه وتعالى أنا غير وغير كالجيستو كتبنا ونقم أول راعي ثم صلوا وسلموا على من امرهم بالصلاه والسلام بامر من رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم على خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبإكرام يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبسعادة آجالنا، واجعل معالنا إلى الجنة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.